أعطى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد صديقي بأسفي انطلاقة الدورة السادسة للمعرض الوطني للكبار حاملة شعار الكبار ثروة وطنية متنامية في ظل التغيرات المناخية. المعرض يعد حدثا مهما للتبادل بين مختلف الفاعلين في القطاع ولا سيما المهنيين والمنتجين وشركات الصناعات الفلاحية ووكلاء التنمية. سلسلة اللي هي واعدة، سلسلة اللي هي في تقدم لا فيما يخص تنظيم ديال المنتجين على الصعيد المحلي في إطار التعاونيات، وكاين شفنا التعاونيات يعني نسوية جد نشطة، تعاونيات ديال الشباب، وكذلك فيما يخص تثمين ديال هذا المنتوج في إطار يعني بناء ودعم هاد المنتجين من خلال بناء الوحدات ديال التثمين في إطار استراتيجية الجيل الأخضر عبر المقاربة ديال الفلاحة التضامنية. وخلال هذا الافتتاح زار الوزير والوفد المرافق له عدة أروقة بما في ذلك الجناح المؤسساتي وأروقة التعاونيات من مختلف الجهات، كما تم الاطلاع على إنجازاتها فيما يخص تثمين منتوجات الكبار والمنتوجات المجلية. التعريف يعني بآخر المستجدات والتقنيات لا ديال الإنتاج ولا ديال التثمين ولا ديال التسويق ديال هذا المنتوج، واللي إن شاء اللي هو منتوج وزراعة مرنة مقاومة لقلة الأمطار وللجفاف. وتشهد جهة مراكش أسفي تطورا ملموسا لزراعة الكبار في إطار استراتيجية الجيل الأخضر من خلال مشاريع الفلاحة التضامنية لفائدة صغار الفلاحين.